لدينا اتحادين في منتهى القوة. الاتحاد التعاوني يبدأ من القمة إلى القاعدة 18,000 جمعية. 18,000 جمعية على الأقل بيخدموا 18 مليون نسمة. جمعية عمومية، مجلس إدارة، يعني ممارسة ديمقراطية من القاعدة للقمة. هذه الاتحادات بنوعيتها والتي تجلسون أمامي الآن وأستشرف في وجوهكم، القاعدة الشعبية المنظمة، القاعدة الشعبية ذات الكوادر، القاعدة الشعبية المدربة، لكن حركة التعاونية كانت تنحصر وتنقبض، تنتشر وتنحصر. أنا لا تبع أهواء، إلى أن جاء الدستور وحدد أن لهذه الحركة التعاونية دورا هاما، مثلها مثل الملكية الحكومية، مثلها مثل ملكية القطاع الخاص، مثلها الملكية التعاونية. لا يمكن أبدا أن ننطلق إلى عمل مثمر وجيد إلا إذا أعدنا صياغة الحركة الحياتية بتاعتنا. وأنا أرى وأعلم من هذا المكان أن التعاونيات هي أحد العناصر الحاكمة، ليست بديل، ليست التعاونيات بديل عن القطاع الخاص، ليست التعاونيات بديل عن النظم الأخرى، لكن التعاونيات هو الشيء المنظم الذي يدخل ليحقق حلقة الاتزان حتى لا يجور عنصر على الآخر، وترسخ ثقافة العمل الجماعي. كيف نعيد صياغة هذه الممارسات الديمقراطية الحقيقية إلى حلقة الاقتصاد حتى تنمي وتشارك في دفع الحركة العلمية والحركة الشعبية، حتى يتزاوج وتطفير الحركتين في بعض، حتى نستطيع أن نخرج بمنهج علمي. فلا بد أن ننظر إلى العالم المتقدم، كيف أوجد من الإيكو سوشيال إيكونومي، الاقتصاد الاجتماعي، نوعا من التغيير، حتى أصبحت في إنجلترا الآن التعاونيات تمثل 30% من الدخل القومي، حتى أصبحت في أمريكا الآن أكثر من 32% من الدخل القومي، بل أن ذراعة مثل القمح في أمريكا أصبحت بالكامل تخضع للتعاونيات. التعاونيات لم تكن الآن مجرد نوع من الرفاهة الفكرية أو الرفاهة الاقتصادية التي تشارك في التنمية الاقتصادية، لكنها أصبحت ضرورة حتمية تحقق حلقة الاتزان. أنا أعتقد أن إحنا في مصر من رواد الحركة التعاونية في العالم يا فندم. يمكن آخر واحد اهتم بالحركة التعاونية كان الزعيم جمال عبد الناصر، والمعهد ده أنشئ في عهد الزعيم جمال عبد الناصر، والزعيم جمال عبد الناصر كتب لهذا المعهد بخط إيده التقدمة بتاعته. وكان للأسف الشديد أن كل المؤتمرات اللي فيها اتحادات تعاونية كان لابد أن يحضرها رئيس الجمهورية. من بعد جمال عبد الناصر بدأ التعاون في مصر يتعرض إلى نكسة الحقيقة وتدهور، ولحد ما جه سيادة الرئيس السيسي بدأ يشعر بأهمية هذا الدور. ده دور مهم جدا زي ما حضرتك تفضلت يا دكتور حسن. الحقيقة أنا بدي لك السبق في هذا الموضوع وبأحييك، لأن أنا في تصوري مع انشغالي بالأمور الجامعات وانشغالي بأمور المعاهد والمراكز البحثية والبحث العلمي، النطاق التعليم اللي هو لايف لونج ليرنينج أو التعليم مدى الحياة للسيكتور أو للقطاع الكبير قوي عددا وتأثيرا من المجتمع المتمثل في التعاونيات والمجتمع المدني كان بعيد عن بالي. فأنا قاعد حضرتك أمام السادة أعضاء مجلس الإدارة الموقرين إن إحنا نعمل جانب إلى جنب مع بعض. إحنا على استعداد عندما يكون هناك منهج أكاديمي وبرنامج زمني واتصال مباشر مع كل القيادات الفرعية وكل الجمعيات التعاونية المنتشرة في كل مصر، إن إحنا نصل إلى عندها، إن إحنا نؤهلها التأهيل اللازم، إن يكون هناك تواصل دائم ما بين الجامعات المصرية والمعاهد المصرية وما بين الجمعيات التعاونية. أنت لفت نظرنا لشيء كبير وعظيم
كان بعيد عن فكرنا، ولكن لازم يخش معنا، واحنا نملك الإرادة ونملك القدرة على ان احنا نحقق هذا بسهولة جدا.